لا بالأعزاء، قد درسنا في الفصل السابق في الفيديو السابق عن الصحافة والتعاريف المختلفة للصحافة. أما اليوم نحن ندرس عن أهمية الصحافة وأنواع الصحافة. ما هي أهمية الصحافة في المجتمع، أي في المجتمع الحاضر أو في المجتمع الجاري؟ ما هي أهمية الصحافة؟ الصحافة بنوع أنواعها المختلفة لها أهمية كبرى في المجتمع الراهن الذي يعرف بالمجتمع المعلوماتي. المجتمع الحالي يعرف بالمجتمع المعلوماتي، المجتمع المعلوماتي معنى knowledge society. فهنا للصحافة أهمية بالغة، أهمية قصوى، وبالخصوص في هذا المجتمع المعلوماتي، لأن الصحافة أهم وسيلة للحصول على المعارف. تعتبر الصحافة أهم وسيلة أمام المجتمع لنيل المعرفة، للحصول على المعرفة، للحصول على المعلومات الجارية، للمعلومات الأساسية والمعلومات المستفيدة والمعلومات البيانية والمعلومات التفصيلية عن الأحداث الجارية نحن نحصل عليها من الصحافة. فهذا المجتمع الراهن أو المجتمع المعلوماتي يعتمد كثيرا على الصحافة بأنواعها المختلفة. وهنا المسميات المختلفة للصحافة أو المسميات المختلفة للصحافة تدل على أهمية الصحافة. فأولا تعرف الصحافة صاحبة الجلالة، الصحافة تعرف بصاحبة الجلالة، His Majesty or His Her Majesty or Her Highness، وهكذا تعرف الصحافة. لماذا؟ لأنها باعتبارها قوة مؤثرة في مجتمع، لأن الصحافة لها قوة مؤثرة في المجتمع، هكذا تعرف أو تسمى الصحافة بصاحبة الجلالة. وكذلك هنا تعرف أيضا الصحافة أو الإعلام كما سبق ذكر السلطات الرابعة. السلطات الرابعة معنى fourth state، تعرف الصحافة fourth state media، تعرف بالصحافة أو تعرف بالسلطة الرابعة. الرابعة معنى السلطات بعد السلطات التنفيذ، السلطات السياسية، السلطات التشريعية legislative، والسلطات التنفيذية executive، والسلطات القضائية. تعتبر الصحافة السلطة الرابعة التي تؤثر على الرأي العام في المجتمع البشري. وهنا تعرف الصحافة مهنة البحث عن المتعارف، مهنة البحث عن المتعارف، وذلك من أجل خدمة المجتمع. أي الصحافة هي بحثنا المتعارف، هناك كثير من المشقات في عملية الصحف، فهذه المشقات يواجهها الصحفيون وهذه المشقات، وذلك في سبيل خدمة المجتمع، وذلك في ترقية المجتمع وتنمية المجتمع، وكذلك في تقديم الحلول لمشكلات المجتمع. فهذا أيضا خدمة عامة للمجتمع. فالصحافة في هذا المعنى الصحافة البحث عن المطالب. وكذلك هنا تعرف الصحافة مهنة البحث عن الحقائق، فهذه من حيث اكتشاف الحقائق ونشرها في المجتمع. فعلى الصحافة البحث عن الحقائق ونشر الحقائق،
البحث عن الحقائق ونشر الحقائق هي المهمة الأولى للصحافة، فتعرف هذه الصحافة بمهنة البحث عن الحقائق. بعدين نحن نناقش أو نتعرف على وظائف الصحافة. كما قلنا من قبل للصحافة وظائف مهمات كثيرة، ومن بين هذه المهمات مهمات هامة ومهمات تسلية. ومن أهم المهمات للصحافة أولا وظيفة الإعلام ونشر الأخبار، وظيفة الإعلام ونشر الأخبار، فهذا المهمة الأولى الإعلام ونشر الأخبار، أي مراقبة البيئة. ما معنى وظيفة الوظيفة الإعلام ونشر الأخبار؟ ماذا؟ أي مراقبة البيئة والتعرف على الظروف المحيطة بها. مراقبة البيئة أي أن يعرف الصحفي كل ما يجري حوله، كل ما يجري في محيطه المحيطة به. فهذا المهمة الأولى، فهذه هي المهمة الأولى. فقد برزت هذه الوظيفة منذ بداية الصحافة المطبوعة، أي منذ بداية الصحافة المطبوعة بدأت وظيفة الإعلام ونشر الأخبار. وكانت الصحافة في أول الأمر صحافة إخبارية، أي المراد بالصحافة على الرغم من وجود فنون أخرى في الصحافة الصحافة إخبارية، أي عليها أن تنشر الأخبار. والوظيفة الثانية وظيفة الشرح والتفسير والتوعية والتوثيق والتأثير في رأي العام، أي وظيفة ثانية ولكن هي وظيفة هامة أيضا، وظيفة الشرح أي شرح الأخبار، شرح الأحداث والتفسير الأحداث والتفسير التحقيقات والتفسير التقارير، وكذلك والتوعية، توعية المجتمع to make consciousness make awareness، والتوعية والتوثيق documents وما يجري اليوم وهو تاريخ الغد. فعلى الصحفي توثيق الوقائع وكذلك التأثير في الرأي العام، فللصحافة وظيفة أيضا هو التأثير في الرأي العام. ظهرت هذه الوظيفة أي وظيفة الشرح وظيفة التوعية، هي ظهرت هذه الوظيفة في نهاية القرن الثامن عشر حين شاهدت التطورات السريعة في المجتمع العربي، أي حينما تطور المجتمع العربي تطورت هذه الوظيفة، أي بدأت الوظيفة الشرح وكذلك وظيفة التوعية وكذلك وظيفة التوصيل. وهنا فاستخدمت الصحافة للسيطرة على الفكر الأوروبية، أي عندما تطور المجتمع العربي بدأت تستخدم الصحافة للسيطرة على الفكر الأوروبية، فبدأت الصحف تثير على الرأي العام. ويمكن اعتبار قيام الثورة الفرنسية بداية التاريخ الحقيقي لصحافة الرأي، أي بدأت صحافة الرأي بدأت مهمة توجيه الرأي العام للصحافة بدأت بعد الثورة الفرنسية، بعد الثورة الفرنسية بدأت مهمة توجيه الرأي العام في الصحافة. وفي العالم العربي بدأت الصحافة الرأي في عهد الحديبي إسماعيل، أي بعد محمد علي في واليا على مصر، بعدين تولى ولاية مصر من؟ إسماعيل الحديبي. وفي عهده بدأت صحافة الرأي في العالم العربي. والوظيفة الثالثة الإعلان advertisement، وظيفة الإعلان فهذه أيضا وظيفة، فوظيفة الإعلان
وتقديم الخدمات التسويقية، الخدمات التسويقية marketing services. فهذا الإعلان وتقديم الخدمات التسويقية معنى لهرت هذه الوظيفة جلية في منتصف القرن التاسع عشر. أي بدأت وظيفة الإعلان في منتصف القرن التاسع عشر، وزادت أهمية الإعلان الصرفي بعد الثورة الصناعية industrial reform industrial revolt ചേഷമാണ് بدأت زادت أهمية الإعلان الصرفي. فازداد الإنتاج بحيث احتاج الأمر للإعلان عن هذه المنتجات لبيعها بسرعة. أي بعد الثورة الصناعية كثرت الإنتاجات، كثرت المنتجات، فالشركات التي تنتج المنتجات احتاجت إلى بيع هذه المنتجات بسرعة، فاحتاجوا إلى نشر الإعلانات. فتطور الإعلان الصحفي بعد الثورة الصناعية، بعد الثورة الصناعية في العالم بدأت وظيفة الإعلان الصحفي. وكذلك هنا خدمات التسويق، ما المراد به؟ أي نشر الأسعار، نشر قائمة الأسعار للمنتجات، وكذلك للبضائع. أي مستوى الأسعار لابد لصرف مستوى نشر مستوى الأسعار للمنتجات الهامة يوميا. فهذا المراد أيضا من خدمات التسويقية. والوظيفة أخرى وظيفة التسلية entertainment، وظيفة التسلية أي لابد أن تكون في الصحافة المادة التي تساعد لتسلية النفوس، فجرت هنا منافسات بين الجرائد في جلب القراء إليها. أي هناك منافسة، تنافس بارز بين الصحف لجلب القراء إلى قراءة صحف. فأخذت الجرائد تتنوع في المواد المنشورة فيها، أي بدأت تنشر في النشر على الرغم من الأخبار. هنا مواد كثيرة التي تساعد لتسليت مثل القصص، وكذلك النشرات الرياضية، وكذلك عن الأخبار، عن الأفلام، وكذلك عن المسرحيات، وكذلك عن الكتب. وهذه أيضا كلها تسلية للمجتمع، فتستهدف إلى تسلية القراء وإمتاعهم. أي تقدم الصحف، أي تسابق أو تنافست الصحف لتقديم المواد المختلفة التي تساعد لتسلية المجتمع، التي تساعد لجلب أنظار، لجلب القراء إلى الصحيفة. فلهذا ظهرت هنا وظيفة التسلية أيضا. وهنا أيضا وظيفة تسجيل وقائع الآيات، وقد قلنا من قبل هنا وظيفة التوثيق، فهذا المراد أيضا وظيفة تسجيل وقائع الآيات. أي كل ما عليها أن تسجل كل ما يقع اليوم للغد، تسجل الوقائع اليومية للغد. هي الوظيفة التاريخية، أي تسجيل الوقائع معنا هنا الوظيفة التاريخية. والمصدر والمرجع الهام في التاريخ أو في دراسة التاريخ هي الصحف. فهنا وظيفة تاريخية للصحف، من حيث تسجيل الوقائع اليومية حتى تكون مصدرا للتاريخ. والصحافة كمصدر للتاريخ تقوم بعمليتين، الصحافة كمصدر هام للتاريخ تقوم بعمليتين. الأول، العملية الأولى رصد الوقائع وتسجيلها وتصنيفها والاحتفاظ بها للأجيال القادمة. فالمهمة التاريخية للصحافة أولا
رصد الوقائع، رصد معنى هنا مراقبة، أو observe، observe the incidence، observe the incidence، الوقائع، رصد الوقائع، وتسجيلها أو توثيقها documentation، وتصنيفها to classify، وتصنيفها، والاحتفاظ بها archive it، والاحتفاظ بها to archive it للأجيال القادمة for next generation، for next generation. لابد أن تسجل الصحف هذه الوقائع اليومية. أما المهمة العملية الثانية من وظيفة تاريخية للصحف وذلك القيام بقياس الرأي العام، أي فعل الصحف القيام بقياس الرأي العام، قياس الرأي العام أو بمقارنة أو البحث في الرأي العام عن أحداث، عن الأحداث الجارية والقضايا الهامة أو الأزمات البارزة أو الأزمات الجارية في المجتمع. لابد على الصحف القياس المستوى على الرأي العام وآراء الجماعة في القضايا المختصة أو في المشكلات المختصة وآراء الجماعة، وكذلك التيارات المختلفة إزاء وقائع أو قضايا تاريخية هامة. فأولا المهمة الأولى التاريخية، المهمة التاريخية الأولى للصحف فهي تسجيل رصد الوقائع وتسجيلها وكذلك تصنيفها والاحتفاظ عليها. أما المهمة الثانية التاريخية للصحف نحو المجتمع فهذا قياس الرأي العام أو قياس الرأي العام وراء أو قياس الموقف العام عن القضايا الراهنة أو الأحداث الجارية والأزمات الجارية. فهذه هي المهمة التاريخية أيضا للصحافة. وهنا نعرف الصحافة والرأي العام، وقد قلنا عن الصحافة جورناليزم، وكذلك الرأي العام general opinion أو الرأي العام public view، بودو دارنا അല്ലെങ്കിൽ പൊതു അഭിപ്രായം، പൊതു അഭിപ്രായങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അർത്ഥം. فصحافته والرأي العام، الرأي العام هو الرأي العام أو പൊതു ധാരണ പൊതു അഭിപ്രായം എന്നത് هو الحكم العام لعدد لا يستهان به من الأشخاص على مظهر معين للحياة الاجتماعية. فما هو فالمراد بالرأي العام؟ الرأي العام هو الحكم العام general decision or general judgment or قدو دارنا لعدد لا يستهان به، لعدد كثير أو لعدد جمهور في المجتمع. ما المراد بنا لا يستهان به نسارة من لا تركوتر أبي من الأشخاص على مظهر معين للأجراءات الاجتماعية. وساموهيك جيبيدة تند ايدنجل ഒരു വിഷയത്തിൽ അവിടെ വളരെ കുറവല്ലാത്ത ഒരു ജനങ്ങളുടെ വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായത്തെയാണ് പൊതുധാരണ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. فما هو الرأي العام؟ الرأي العام بتعريف الحكم العام لعدد لا يستهان به من الأشخاص على مظهر معين للحياة الاجتماعية. സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ കുറവല്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ പൊതു അഭിപ്രായത്തെ നമുക്ക് പൊതുധാരണ എന്ന് പറയാം. أو هو في معنى آخر الرأي العام هو مجموعة الأفكار أو المعتقدات التي تكونها الشعب عادة في مسألة معينة في فترة معينة تحت تأثير الدعاية. فهذا هو المعنى الآخر للرأي العام، مجموعة الأفكار group of thoughts أو المعتقدات or beliefs التي تكونها الشعب make by the society
ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റി വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്തകൾ, സൊസൈറ്റിയുടെ ചിന്തകളും സൊസൈറ്റിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളുമാണ് റയിലാം. ഇപ്പോൾ ഹുവ ആദതൻ ഫീ മസ്അലത്തിൻ മുഅയ്യന, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ, ഫീ ഫിത്രത്തിൻ മുഅയ്യന, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പീരിയഡ്. ഫ ഹുവ അൽ റയിലാം هو مجموعة من الأفكار والآراء والمعتقدات التي يتكون وتتكون وتكونها الشعب عادة في مسألة معينة أو فترة معينة وفترة معينة. ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്യൂവിൽ പൊതുജനങ്ങൾ വ്യക്തിമായ ഷാബ് സൊസൈറ്റി വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയെ നമുക്ക് പൊതുധാരണ എന്ന് പറയാം. തഹ്ത തഹസീർ ദിയായ, അത് പ്രൊപ്പഗൻഡയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും, അത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും. തഹസീർ തഹസീർ അധ്യായ, അധ്യായമാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. അപ്പോൾ പ്രചരണത്തിൻ്റെയും പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും അവരുടെ ചിന്തകളെയും നമുക്ക് പൊതുധാരണ എന്ന് പറയാം. ഫൗനാക ആമിലാനി യുഅസ്സിറാനി അല റയിലാം, ഫൗന ആമിലാനി യുഅസ്സിറാനി അല റയിലാം, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ പബ്ലിക് വ്യൂ, പൊതുധാരണയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ. ഫൽ ഔമിലുൽ അവ്വൽ അർ-റിഖാ അൽ-അദ്ദിയായ, അദ്ദിയായമാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. വല്ലാസാനി വർ-റിഖാബ ഒബ്സർവേഷൻ, പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ, നിരീക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രബോധനവും മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള, സമൂഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ധാരണകളെ നമുക്ക് റയിലാം എന്ന് പറയാം. ഫ അസ്സിഹാഫത്തു ഹിയ മിൻ അഹമ്മി വസാഇൽ ലൈലാം അല്ലതി തംതലിക്കു ഖുവ്വതൻ കബീറതൻ ഫീ തക്വീനി അറയിലാം. ലിസ്സിഹാഫത്തി അഹമ്മിയത്തുൻ കബീറ, ഐ ലിസ്സിഹാഫത്തി تأثير عميق لصحافة تأثير عميق وهي أهم الوسائل التي تمتلك قوة كبيرة في تكوين الرأي العام وفي تكوين الرأي العام وتوجيهه إما إلى الإيجابية وإما إلى السلبية. وهنا تأثير سلبي وتأثير إيجابي وهذه كلها تتكون من الصحافة. فالصحافة لها أهمية بالغة أهمية كبرى أو تأثير عميق في تشكيل الرأي العام في المجتمع. فلا بد أن لا تنحصر الصحافة في أيدي قلة من الناشرين، أي لا بد أن لا تنحصر الصحافة في أيدي قلة من الناشرين أو نخبة من الصحافيين، وأن لا تحتكرها وتضليل الرأي العام من طريقها القويم. فلا بد أن لا تنحسر الصحافة في أيدي قلة من الناشرين. കുറച്ച് പേരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പത്ര പ്രസിദ്ധീകരണം കഴിയില്ല, അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ പിടിച്ചു വെക്കാനും പറ്റില്ല. തദ്ലീൽ റഅ്യിലാം, പൊതുധാരണയെ പിഴപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. അൻ തുരീക്കിയാൽ കവിയും, ശരിയായ വഴിയിൽ നിന്ന്. ഫഹാദാൽ മുറാജ് ഐ ഫലാബുദ്ദ അല്ലാ തൻഹസറ അസ്സിഹാഫത്തു ഫിർ റഅ്യി ഫി ഐദി ഖില്ലതി മിനൽ നാഷിൻ, ഐ ലാബുദ്ദ അൻ തകൂന الصحافة جمهورية، أي لا بد أن تكون الصحافة حرية، لا بد أن تكون الصحافة حرية تستطيع يستطيع أي شخص أن ينشرها، يستطيع أي شخص أو أي شركة أو أي فئة أو أي مجموعة أن تنشر الصحف. فلا بد أن توفر للصحافة الحرية الكاملة، فلا بد للصحافة أن توفر لها الحرية الكاملة بدون سيطرة من جانب الحكومة، بدون سيطرة من الحزب السياسي الحاكم، بدون سيطرة على الأمة الجمهورية على الأقليات، أي بدون أي تأثيرات، بدون أي سيطرة على الصحافة. لا بد أن تتمتع الصحافة بالحرية الكاملة،
وذلك لكي تعمل لخير الرأي العام، أي لا بد أن تعمل الصحافة لخير الرأي العام، فلا بد أن تكون حرية كاملة وتكون ناطقة بلسانه، أي بلسان المجتمع، بلسان المجتمع، أو يكون هو رقيبا عليها، رقيبا على المجتمع، على المجتمع وعلى اتجاهاتها. أي لا بد أن يكون أن توفر للصحافة الحرية الكاملة لكي تعمل لخير الرأي العام، وتكون هذه الصحافة ناطقة بلسانه، أو يكون هو رقيبا عليها، رقيبا على الصحافة أو على المجتمع وعلى اتجاهات الصحيفة. فللصحافة الأفضل الفضل الأول في التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العصر الحديث.